مركز الدكتور السعيد عباس استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري، كفر الشيخ ابراج فينيسيا، امام مثلان الانشاء والتعمير. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في المستشفى الجامعي بكفر الشيخ. المستشفى بتستقبل حوالي 1000 مريض يوميا. المرضى بتحتاج لمستلزمات تشغيل متعدده، سواء في قسم جراحات القلب والقلب المفتوح، وايضا بالنسبه للدعامات وبقيه الاقسام، بالاضافه الى المرحله الثانيه من المستشفى الجامعي وهي مستشفى الطوارئ اللي في حاجه للاستكمال، وايضا مركز الاورام اللي هو تابع للمستشفى الجامعي. احنا تعاقدنا على الاجهزه ومحتاجين لاستكمال المبنى عشان تستوعب الاجهزه الجديده، فانا بدعو كل القادرين ورجال الاعمال والبنوك للتبرع للمستشفى الجامعي بكفر الشيخ لاستكمال المرحله الثانيه من المستشفيات الجامعيه الخاصه بالطوارئ والاورام. في اسم القلب في كليه طب كفر الشيخ احنا بنقدم كل الخدمات الممكنه لمرضى القلب، بالذات في الاسره التداخليه، الدعامات وتوسيع الشريان التاجي، العيوب الخلقيه عند الاطفال، توسيع الصمام الانفرادي بالبالون. لكن المشكله اللي بنواجهها وهي صعبه علينا شويه اللي هي الاجهزه اللي بتستخدم في اغلاق الثقوب والعيوب الخلقيه عند الاطفال، دي اجهزه مكلفه ونحن غير قادرين على ان احنا نغطي كل الحالات اللي بتيجي لنا في المستشفى، فبنامل انه اهل الخير يساعدونا في الحصول على هذه الاجهزه للاطفال الصغار من العائلات الغير قادره على دفع تكلفه هذه العمليه. ان شاء الله المسيره مكتمله بان احنا ان شاء الله هنكمل انشاء المدينه الطبيه بكفر الشيخ. المدينه الطبيه بكفر الشيخ ان شاء الله هيكون فيها كمان مستشفى الطوارئ سعه 400 سرير، هتقدم خدماتها لكل المحافظه والمحافظات المجاوره، بالاضافه لمركز عالمي لعلاج الاورام في احدث اجهزه عالميه لعلاج الحالات السرطانيه والاورام بكل انواعها. نتمنى اندماج المجتمع المدني معانا في اخراج هذا الحلم، حلم المدينه الطبيه بجامعه كفر الشيخ. عايزين نوجه رساله لكل المجتمع في كفر الشيخ بان احنا معظم خدماتنا مجانيه، اكتر من 50% من الخدمات المقدمه في مستشفى الجامعه هي خدمات مجانيه، وديت طبعا بتوجيهات صريحه من الاستاذ الدكتور ماجد القمر رئيس الجامعه بان المريض اللي يدخل مستشفى الجامعه لا يكلف فوق طاقته، بالاضافه الى ان احنا بنستقبل كمان حالات علاج نفقة الدولة وحالات التأمين الصحي. نتمنى مساعدتكم، نتمنى من أهل الخير، نتمنى من رجال الأعمال، من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بأنها تساعدنا في تكملة هذا الإنجاز بأقصى سرعة ممكنة. مستشفى جامعة كفر الشيخ مستشفى حديثة افتتحت مؤخرا لخدمة أهالي المحافظة وخدمة الأهالي المحافظات المجاورة. المستشفى مجهزة على أعلى مستوى وقادرة إنها تمد الخدمة بالكفاءة اللازمة، بس إحنا بنطمح إن أنتوا تقدموا تبرعاتكم للمستشفى خلال شهر رمضان الكريم لتقديم خدمة أفضل وأعلى وخدمة عدد أكبر من الأهالي. الآن أولاد صلاح للفسيخ والأسماك المملحة بمدينة كفر الشيخ. كفر الشيخ أول شارع جيهان، أجود أنواع الفسيخ والأسماك المملحة والسردين البلدي. جمعية دار العماد لرعاية المسنين والأيتام بسيد سالم، المشهرة برقم 2320 لسنة 2019، تدعوكم للتبرع من أموال الصدقات والزكاة لإنشاء دار المسنين على مساحة 4 أراضين. Thank you.
مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بكم معنا النهارده وحلقه جديده من شارع الحياه. النهارده المفترض كنا هنناقش مشاكل المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفر الشيخ اللي وصلت الى منحنى خطير جدا يهدد باغلاق المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه لتراكم الدين عليه اللي وصلت لحوالي اكتر من 10 ملايين جنيه، لكن في تطورات في امور اخرى كان لازم نتقدم ونتكلم في المشكلة الجديدة لأنها مهمة جدا تمس كل أهالي مصر وليس أبناء كفر الشيخ أو غيرهم فقط. النهاردة مشكلة الإسكان في مصر أو تنظيم وتطوير العمران في مصر واللي بتقوم بها شركات الاستثمار العقاري. طبعا شركات الاستثمار العقاري سقطت بعضها في بئر للأسف بئر عفنة لبئر النصب على المواطنين، وطبعا هنقول برضو في شركات محترمة جدا قدرت انها تنمي وتطور المجتمع في مصر. العقارات في مصر طبعا كلها منحازة او تابعة لقوانين معينة، منها القانون رقم 106 لسنة 76 اللي اتبدل بالقانون 119 لسنة 2008 بشأن التنظيم العمراني في مصر والتخطيط. طبعا القانون ده فصلوه بلائحة تنفيذية، اللائحة التنفيذية قالت ان المفترض مفيش حد يبني على ارض او يعلن عن بيع عقارات او شقق الا اذا كان الارض صاحبة ترخيص او مرخصة زي ما بيقولوا. حظر القانون على جميع وسائل الاعلان سواء مرئية كانت او مسموعة او مقروءة او مطبوعة انها تعلن عن اي عقار او بيع شقق في مصر الا اذا كان في ترخيص لهذا العقار. برضو الوحدات المحلية ممنوعة ايضا من الاعلان سواء باللافتات في الشوارع او غيره الا اذا مسكت نسخة من الترخيص في ايديها. طبعا هذا القانون للأسف الشديد الناس يمكن في كتير ماشي بيه، ولكن في حفرة دايما الحصان بيقع فيها او زي ما بيقولوا اي حصان لم تصبه كلالة واي جواد لم تخن الحوافره. شركات الاستثمار العقاري بعضها راح خد اراضي من الناس مشاركات على اساس انه هيبني، واول ما بيحط او بيمضي العقد بتاعه بيبدأ يعلن عن شقق وبيع شقق للجمهور، وللأسف الشديد الجمهور ممكن في ناس بتتقدم وتشتري وحدات سكنية، ولكن هذه الشركات قد لا تفي في مواعيدها وقد لا تفي أصلا مع الشريك بالبناء أو بتسليم الوحدات إلى أصحابها، وبيقع أصحاب الأرض تحت طائلة القانون. وكذلك للأسف الشديد يعني اللي بيحلم وعايز يبني حياته اللي قضى حياته في الغربة عشان ياخد شقة أو حاجة ممكن فلوسه تروح سدى من دون أي وجه حق، وللأسف القانون في الشركات الاستثمار عامة أو الشركات المساهمة ما بيقعش تحت طائلة الأموال العامة للأسف. فبالتالي البداية طبعا كانت الأستاذ توفيق أبو أحمد لما اتصل بنا بالتليفون وقال إن فيه شركة نصبت عليه في كفر الشيخ أو أخذت فلوسه، وللأسف الشديد كان لها ميعاد محدد تسلم الشقة بتاعتها وما سلمتش الشقة إلى النهاردة برغم مرور 3 أو 4 سنين على ميعاد التسليم. هنشوف الأستاذ توفيق الأول هيجيبوا لنا الإعداد نتكلم معاه ونشوف هو إيه اللي حصل له ومين الشركة دي وعملت كده ليه ووصل معهم ليه. أستاذ توفيق معانا زي ما بتقول لنا. أستاذ توفيق أهلا بيك. أستاذ توفيق أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ خير، إزاي حضرتك؟ عليكم الله يسلمك. إزيك أستاذ توفيق؟ حضرتك كلمتني أول إمبارح عشان أمر خطير وقلت لي عايز أشوفك وتقابلنا، وحكيت لي موضوع اتمنى ان جمهور المواطنين يسمعنا على الهواء ويشوف ايه الموضوع عشان نقدر نحط النقاط العريضه اتفضل. تمام يا فندم. اولا انا بشكر حضرتك ان انت اتحت لنا الفرصه ان احنا نعرض مشكلتنا. والحكايه بدات مع شركه اسمها شركه طيبه الدوليه للاستثمار العقاري والتنميه. تمام. هي في كفر الشيخ، مقرها في كفر الشيخ. تمام. طبعا الكلام ده على مسؤوليتك يا استاذ توفيق بعد اذنك. اكيد طبعا، انا قدمت لحضرتك الورق وقلت لك والله لو شايف ان في غلط في الورق بلاش تعرض الموضوع. تمام. ففي شهر 8 سنه 2016 طبعا احنا شباب زي ما انت عارف كده في الفلاحين، فينا اللي متغرب وفينا اللي كده وشقيانين يعني على اكل عيشنا. المهم نزلت رحت لشركه طيبه الدوليه
قدمت على شقتين عندهم في برج عندنا اسمه برج الصفوه في سيد سالم. تمام. مالك الارض اسمه الاستاذ ابراهيم البستاوي. تمام. تمام. فاتعاقدت معاهم في شهر 8 على اساس ان انا هستلم شهر 8 سنه كام يا استاذ توفيق؟ سنه 2016. 2016. تمام. على اساس ان انا هستلم شوي في شهر 12 سنه 2017. تمام. وكل الفتره ديت من شهر 8 2016 لشهر 12 2017 وانا متغرب بسدد في الفلوس ديت اللي هي الاقساط. تمام. فجيت في شهر من اول من بدايه شهر 1 2018 بدات ان انا طالب بالشقق لان خلاص هستقر في مصر وعايز بقى ان انا المبنى اقيم ولا لسه يا استاذ توفيق؟ المبنى مقام. مقام. ولكن في مشاكل حاصله والبرج مقفول. صاحب البرج قافل البرج وصاحب الارض قافل البرج وبيقول ان الشركه في مشكله بينه وبينها وانتوا حقوقكم عند الشركه مش عندي. تمام. كنت متواصل مع المهندس اللي هو في التسويق او شريك معاهم من بدايه الامر. تمام. لحد من يومين ثلاثة كل ما تحصل مشكلة كلمه يا باشمهندس عايزين الشقة عايزين يقول لي بس نحل المشكلة اسبوع اسبوعين وهنسلمكم. لحد من يومين ثلاثة الباشمهندس بكلمه فقال لي روح اعمل محضر لان في مشاكل في الشركة واعمل محضر. حاولت ان انا اوصل لرئيسة مجلس الادارة عن طريق الصفحة بتاعتهم جبت رقمها وكلمتها. يا فندم انا فلان الفلاني وعندي مشكلة في الحتة الفلانية. قالت لي مبدئيا انت مين اللي اداك رقمي؟ انت المفروض رقمي ما يبقاش معاك. قلت لها يا فندم انا بس بحكي لك عندي مشكله لا المفترض انك بتكلم رئيس مجلس اداره شركه مش بتكلم اي حد يعني مش تليفون حد عادي يعني. تمام. فقلت لها يا فندم انا برد عليكي بس قبل ما اروح اعمل محضر او اتخذ اي اجراء برد عليكي ان انا ليا حق عندكم. فلقيت واحد ماسك التليفون منها وبيقول لي روح اللي انت عايز تعمله اعمله او اخبط دماغك في الحيطه بنفس اللفظ. تمام. قلت له شكرا يا فندم وانا اسف ان اتصلت بيكم. وجيت لحضرتك فانا بس اللي عايز اوصله ان الفلوس دي احنا شقيانين بيها والفلوس أكيد دي طبعا قربنا بيها. احنا برضه هنتواصل مع الاستاذ ابراهيم البستاوي دلوقتي بعد اذن الاعداد يعني عشان نشوف البرج اتقفل ليه او هو قفله ليه اصلا يعني. يا فندم مفيش مشكله وكل كلام انا بقوله وانا قدمت لحضرتك المستندات والايصالات الدفع والعقود وكل حاجه قدمتها لحضرتك. تمام. انا بس عايز اعرف انا حقي عند مين ولا انا حقي فين ولا هي الشركه خدت الفلوس وخلاص. ان شاء الله هنساعدك هنساعدك انك توصل لحقك ان شاء الله. ان شاء الله وشكرا لحضرتك. اتفضل يا استاذ توفيق. اتفضل. اولا يعني شركات الاستثمار العقاري احيانا بيكون الشركه مثلا قوامها مثلا مليون جنيه داخله في شغل الشغل اللي عايز 10 20 مليون جنيه. الشركه يمكن بتشتري الارض او بتتعاقد على الارض او مشاركه مع الارض على امل انها تطرح شقق وبعد كده الفلوس هتدور بعضها لحد ما يبني وبعد كده يخلص وبعد كده. ولكن للاسف الشديد احيانا بتقع في البير اللي قلنا عليه ومفيش حد ممكن يقبل على هذه الشقق فالفرصه او المده بتاعت الانشاءات المفترض محدد سنه او اتنين عدى 3 4 سنين حصلت مشاكل في مخالفات سواء في المبنى او حاجه الناس ما بتسكتش بتروح تشتكي طبعا عشان تاخد حقوقها. برضو الشركات بتحط جزء على اللي بيشتروا الشقه عندها او المساهم ان هو احيانا ما بيكملش الاقساط وبالتالي ممكن يرموا العيب عليه. فالشركات دي يعني هي بتعمل ايه؟ القانون اللي بينظمها ده شكله ايه؟ يعني المفترض يكون في قانون في مصر ينظم هذا الامر بحيث ان يكون فيه انا رايح اخد رخصه الارض، الارض دي مثلا قيمتها 10 20 مليون جنيه، المباني اللي هتتعمل عليها قيمتها 10 20 مليون جنيه، على الاقل يكون في ضمان بنكي، ضمان بنكي احطه انا كمستثمر في البنك اخده بعد ما اسلم الشقه للناس. يعني هقول لكم حاجه، يعني الاستاذ توفيق دلوقتي بيقول ان هو تواصل مع ست، انا بالفعل برضه لما جاني المشكله دي عشان ما اظلمش حد وعشان اكون طرف محايد انا اتصلت بنفس الشركه. وردت عليا السيده رئيس مجلس اداره انا بتكلم من تليفون عادي ما اعرفش بتاع مين يعني انا هو اداني تليفون الشركه بكلم الشركه عشان نشوف بس ممكن يكون الاستاذ توفيق متجني او في حاجه زياده او في مشاكل ثانيه. انا اتصلت بالشركه ردت عليا ست من فضلك اكلم السيد رئيس مجلس اداره قالت لي انا رئيس مجلس اداره. طب يا فندم في 1 2 3 قالت لي معلش انا جوزي بس انا موكلاه في هذا الامر ممكن تتصل بيه. اتصلت بالراجل ما ردش وقتها بعد شويه لقيت حد من الشركه بيتصل بيا محاسب من محاسبين الشركه. شوفوا بقى الجمال في النصب على اصوله. الجمال في النصب على اصوله.
طلب مني ان انا اقابله، انا رحت له الشركه قعدنا اتكلمنا بكل امانه وقلت له طيب عندك اوراق بتدين الغير؟ هات الاوراق واحنا نتكلم. احنا انا مش طرف مع حد، انا مش طرف مع حد في هذا الامر، هنتكلم في الموضوع بكل امانه، حقك هجيبه لك. وفجاه ان الساعه 11 او 12 بالليل السيد محامي الشركه بيكلمني، انت ازاي تتصل بواحده ست وتعمل وتخلي؟ ايه يا عم انت هتودونا فين؟ استاذ ايمن النحراوي. ايوه يا فندم. مساء الخير يا استاذ ايمن. ايوه استاذ خيري. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك استاذ خيري. استاذ ايمن انت ليك مشكله مع احدى شركات الاستثمار العقاري، شركه ايه هي؟ الشركه اسمها الربو للاستثمار العقاري. ايه عملت ايه الشركه دي؟ او مقرها فين الاول؟ المقرها في 6 اكتوبر يا فندم. 6 اكتوبر. عملت ايه الشركه دي؟ حضرتك الشركه دي متعاقده مع نادي اسمه نادي خبراء وزاره العدل. وانا اصلا خبير في المحكمه. وزاره العدل. تمام. ورحنا النادي بتاعنا اللي هو خاص بينا، تعاقدنا معاه على شاليهات في مرسى مطروح. تمام. الكلام ده من سنه 2011. حتى تاريخه تعاقدنا ودفعنا كل شاليه 150,000 جنيه. تمام. انا والزملاء الموجودين في خبراء وزاره العدل لا يقل عن 100 زميل دافعين كل واحد 150,000 جنيه. تمام. ساعتها. طبعا. اخذوا الفلوس واسمه محمد الطويل بتاع لا بلاش اسماء بعد اذنك يا استاذ ايمن. اتفضل. محمد الطويل بتاع رئيس مجلس الاداره ده عامل بروتوكول مع نادي الخبراء اللي في العباسيه سعادتك. تمام. واحنا بناء على النادي بنثق فيه رحنا تعاقدنا كموظفين مع النادي على احدى الشاليهات، كل واحد شاليه في الساحل الشمالي. تمام. في مرسى مطروح بالاذن سعادتك. طب مش في ميعاد محدد للتسليم يا استاذ ايمن ولا تعاقدت وخلاص ويا ظروفها يعني؟ معانا حضرتك عقود ورافعين قضايا في المحاكم وحضرتك ماشيين في الاجراءات حتى عشان نحفظ حقوقنا. ميعاد الاستلام كان امتى يا استاذ ايمن؟ ميعاد الاستلام سعادتك كان سنه 2013. من 2013 حتى تاريخه ما استلمناش. تمام. والارض حضرتك موجوده ومسجله باسم الربوة للاستثمار العقاري اللي هي عامله البروتوكول مع نادي الخبراء. تمام. وساعدتك في قضايا متداوله في المحاكم، وانا شخصيا ليا شاليه وليا اصحابي كل واحد ليه شاليه في المكان ده، وتم النصب علينا وصاحب الشركه محبوس حتى تاريخه في السجن. وطبعا دي حقوق والكلام ده موجود وبالمستندات ساعدتك لو عاوز اجيبه لك. تمام. احناش محتاجين غير نستلم او ترد لنا فلوسنا من سنة 2011 كل واحد دافع له 150,000 جنيه. يعني هتاخد 150,000 جنيه وخلاص يعني؟ لا، المفروض تعويض سعادتك الشاليه هناك دلوقتي سوري 600,000 700,000. تمام. ماشي يا استاذ ايمن. يعني حضرتك ده نصب علني وعن طريق النادي، يعني حضرتك النقابات والنوادي اللي بتضم الموظفين، يعني حضرتك دلوقتي ما يبقى في اعلان في الجورنال لاي شركه الاستثمار العقاري. تمام. الثقه دايما تروح للنادي. رسالتك وصلت يا استاذ ايمن. بشكرك يا استاذ ايمن. الاعلان عن مشروعات بدون ترخيص عبر وسائل الاعلام بطرق غير مشروعه او باغراءات ماليه بتحصل كل يوم، وعارفين حتى كبرى الصحف في الدوله ممكن بتقع في الخطا ده، ان فيه وسيط بيبعت اعلان الجرنان بياخد فلوس او بياخد دخل، او التلفزيون بياخد فلوس او بياخد دخل او غيره، بالتالي الاعلان بيتنشر وده بيسقط مجموعه كبيرة من الراغبين في هذا الاستثمار او في البحث عن هذا الشيء، بيقعوا للأسف الشديد يعني هنقوله ايه يعني ضحايا لمجموعات بتمص دماء الناس وتمص دماء الشعب بلا رحمة ولا شفقة، واحيانا بياخد الفلوس بتاعت الناس ويستثمرها في حاجة تانية ويعدي سنة واثنين وثلاثة، والله احنا ما قدرناش نكمل خدوا فلوسكم، والفلوس تكون جابت قدها مرتين. طبعا للاسف الشديد احيانا ما بيكونش في عدم قدره، ما بيكونش في قدره ماليه. اتصال ثاني. اتفضل استاذ ابراهيم الدستاوي. مساء الخير. ازيك يا دكتور؟ كل سنه حضرتك طيب. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ الله يديك الصحه يا دكتور. كل سنه حضرتك طيب وانت طيب. الاستاذ توفيق ابو احمد قال ان حضرتك قافل البرج اللي عملته مع شركه مع احدى الشركات العقاريه في سيدي سالم، وانك قافله وهو مش عارف ليه، فممكن توضح لنا الصوره بعد اذنك؟ اول حاجة عاوز اقول ان الاستاذ توفيق من ابن احسن ناس عندنا في البلد. لا ده انا عارفينها. ماشي كمل بس.
تمام. فانا الاستاذ توفيق انا عاوز اوضح بس الصوره ان الاستاذ توفيق ما عندوش اي غلط وليه حق في كل اللي هو قاله. تمام تمام. ممكن في وقت احكي القصه من اولها واحكي الحكايه من بدايتها ولا يبقى سريعا بعد اذنك؟ إيه القصه؟ ان انا اتشاركت مع الناس دي في 2013 من 6 سنين في قطعه ارض تساوي 15 مليون جنيه. تمام. على سن ان هم يبنوها لي وهم ياخدوا النص وانا اخد النص. تمام. عدى اتفقنا ان هم يبنوها لي في 24 شهر سنتين. عدى سنتين لقيتهم بايعين نص البرج بالكامل لابناء بلدي. العالم ديت من بلد غير بلدي. بايعين نص البرج لابناء بلدي وناس كلها معرفه وناس كلها اهل اللي احنا بيحكمنا العرف في جمهوريه مصر العربيه اللي احنا كلنا. ما هو ده كويس يا استاذ توفيق يا استاذ ابراهيم ان هو بنى وباع يعني. ما هو ده كويس عشان يخلص. ما هو بنى وباع ما خلصش. ليه؟ ما خلصت حاجه. العماره ما خلصتش. ليه؟ العماره مواليه دي مش عندي انا. سلمت الارض ب 15 مليون جنيه المفروض يديني مباني ويديني تكاليف بحوالي 5 6 مليون جنيه وياخد نص البرج. تمام. هو ما عملش حاجه صرف مليون جنيه وباع عقارات ب 8 مليون جنيه خد فلوس العقارات شغلها في مشاريع اخرى. مشروع طنطا، ابراج الياسمين، مشروع الغردقه، مشروع اسكندريه، خد فلوسي وفلوس توفيق وفلوس الناس شغلها في بلاد اخرى. انت قافل البرج ليه؟ انت مانعهم يدخلوا البرج ليه عشان يكملوا الشغل؟ مش انا اللي قافل البرج ده، مجلس المدينه والاداره الهندسيه هم اللي قافلين البرج. اللي عاملين لي 12 مخالفه 12 مخالفه انشاءات. الشركه عامله 12 مخالفه ب 600,000 جنيه. وعاملين لي محاضر اسمها ايقاف اعمال. لو كلمت اي حد شغال في الاداره الهندسيه او في مجلس مدينه عارف يعني ايه ايقاف اعمال. فانا مش هقدر احارب الحكومه، انا انسان بسيط واحنا في دوله قانون. تمام. احنا في دوله قانون وكلنا تحت اطار القانون. فانا خدت الورق اللي معايا كله وخدت المحاضر ووديته المحكمه. تمام. والمحكمه تفصل. تمام. صح انا غلطان يا استاذنا؟ وبرضه ما عنديش اختلاف ان انا اقعد. اللي احنا طبعا المحكمه هتقعد، انا شاكي بقالي سنتين، المحكمه هتقعد 10 سنين. ماشي. طبعا الموضوع فين القضاء يا استاذ ابراهيم؟ انت كده قلت وضحت ليه البرج مقفول بس، واحنا بنشكرك جدا. يعني تحت. شكرا يا فندم. طبعا دي حاجات بسيطة كده او على الهامش من اللي بيحصل في مشروعات الاستثمار العقاري. انا اعرف قصة قريبة يعني، ان واحد راح خد حتة ارض تعاقد مع جماعة انه يبنى لهم، وقعد العقد بتاعه 3 سنين، يعني انه يبني ويسلم في خلال 3 سنين. عدى سنتين والراجل ما حطش حديدة واحدة في الارض او طوبة في الارض. عدى كمان شهرين بدأوا يطالبوه، يا عم انت، قال لهم والله انا ليا 3 سنين ان شاء الله ابنيهم في اخر اسبوع، هيبني على 2000 متر في اخر اسبوع. عدوا 3 سنين وبدأوا يطالبوا الراجل عن طريق القضاء ان هو يسيب المكان او ود الاول. رفض رفض شديد جدا وقال اخد 2 مليون جنيه واسيب الارض. يعني الراجل جه اتعاقد وقف حال الناس وخرب بيوتهم وعايز 2 مليون جنيه عشان يسيب الارض، والا مش هيتنازل عن العقد. دي ده الاستثمار العقاري في مصر. الاستثمار العقاري في مصر ان انا يبقى معايا مليون جنيه اروح اخد حته ارض بتاعت ناس، او ناس عندها حلم انها تبني براج وتغير حياتها كلها، يجي واحد يعطل فيا ويبهدلني وياخد فلوس من الناس ويبهدلهم. استاذ محمد فؤاد من الغربيه، اهلا بيك. استاذ محمد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ محمد. يا اهلا بيك يا فندم. حضرتك الغربية. ايوه. امورنا يا استاذ محمد. الاستثمار العقاري ليك مشكلة معاه ولا ايه؟ راجل ياسمين اللي هي في طنطا مع شركة طيبة وكده، وكان حصل برضه موقف مش ظريف يعني. شركة طيبة برضه؟ اه. اتفضل. هو انا كنت اخدت منهم شقة وكده، وبعدين اتفقت معاهم على معين كده ان انا هعمله. هي الشقه كانت دور اول وعلو واداري هي. المهم فانا قلت لهم، اتفقت معاهم ان انا اخد شقتين في ال 12. دي في ابراج الشرطه، في ارض الشرطه. ارض الشرطه اللي هي مكان الكوكاكولا. اللي هي شارع الجلال، اللي هي كوكاكولا. ايوه بالظبط كده. المهم فاتفقت معاهم ان انا اخد شقتين مكان الشقه، شقتين في ال 12 مكان الشقه، وهدفع الفرق يعني. تمام. قالوا اوكي خلاص ماشي، واتفقنا على كده. ادت لهم الفلوس، الفرق جاي ياخد. المهم نفذ الديل. طب احنا بنكتب العقد في الشؤون القانونيه شهر 2 3 4، فين يا جماعه؟ لقيت الكلام بدا يتغير كل شويه، كلام شكل.
لا مش هينفع دي، طب خد دي مكان دي، طب خد ايه يا جماعه بعد اذنكم خلصوني. وطبعا بقى علشان اوصل لهم كان بقى محتاج مجهود كبير ان انا اروح لهم كفر الشيخ واتصل مش حد بيرد عليا وكده، واللوكيشن نفسه ما فيهوش حد يعني. تمام. المهم في الاخر لما لقيت الكلام اتغير قلت له بعد اذنك انا مش عايز حاجه، هات الفلوس بتاعتي. عشان طبعا اخد الفلوس ما عرفتش اخدها بسهوله. في الاول حاضر طب هنشوف، قعدوا برضو يرموني على بعض وكده ومش عارف اوصل لحد فين وفين. خدت شيك منهم بمبلغ ناقص 17000 جنيه عن المبلغ اللي انا دافعه. تمام. فين بقى المبلغ؟ قالوا لا ده كان مديونيه عليك من باقي اقساط الشقه. تمام. قلت له اول حاجه انت اخر حاجه قلت لي انت فاضل لك 20000 جنيه على اخر قسط، فعلشان تخلص الديل ده لازم تدفع ال 20000 جنيه ودفعتهم لك، صح؟ قال لي صح. ما يمكن، قال لي طب ما يمكن دولت ال 5% اللي هم المرافق. قلت له برضو انا انت قايل لي انك ما ينفعش تستلم الشقه غير لما ادفع ال 5% المرافق، صح؟ قال لي صح وانا استلمتها. قال لي اه. قلت له يبقى فين المدينه اللي عليا؟ قال لي مش عارف. طب اراجع؟ طبعا ما عرفتش اراجع، وقعدوا يحدفون البعض برضو نفس الموضوع وما عرفتش اراجع. رفعت قضيه بالمبلغ اللي انا اصلا كان في الايصال. تمام. اللي هو في الشيك يا ربي كان ب 63000 جنيه. تمام. طبعا قعد فتره في المحاكم، المهم اخذت المبلغ ده وكان باقي اللي هو ال 17000 جنيه دول. طبعا لحد دلوقتي ما اخذتهمش ولا عارف اوصل لحد منهم، وطبعا الامور كلها بتتسوف يعني. ما شكرا يا استاذ محمد. طبعا الاستثمار العقاري في مصر فيه امثله ناجحه، يعني احنا شفنا مجموعه شركات طلعت مصطفى، شفنا مجموعه فرج عامر برضو حاجه روعه، عثمان احمد عثمان كبرى الشركات القوميه، انا بعتبرها شركه قوميه بامانه يعني، لانها تم مشروعات عملاقه وعندها ابراج هائله. غالبا الشركات دي بتنجح لان هي عندها ارض ومعها فلوس، لكن المشكله بتيجي في اللي معاه فلوس وما عندوش ارض، او اللي عنده ارض وما معهوش فلوس. هنا الكارثه بتقع، بتدي اتاحه لعمليه النصب وعمليه الغنى السريع اللي بيوقع الناس في مشاكل ووقعوا في متاهات. عندنا برضو يعني في يعني شركه طيبه، انا لما كلمتهم النهارده فوضوا لي حد يتكلم معايا، استاذ سامي حسن، المهندس سامي حسن طبعا على فكره برضو تبع الخبراء تقريبا. طب ناخد الاستاذ عاطف الاول. استاذ عاطف. ايوه مع حضرتك. الغربيه برضه. ايوه بالفضل. اهلا بيك يا استاذ عاطف. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. هو حضرتك انا عندي مشكله ان انا اشتريت من شركه او من رابطه اسمها رابطه الياسمين. تمام. اللي هي ملاك الشرطه. تمام. في شبين. اه. على اساس ان انا اتملك شقه من مساكن الضباط اللي هي في شارع الجلاء في طنطا. تمام. ودفعت الدفعات بتاعتي على 3 سنين، خلصتها في 2013. تمام. ولحد النهارده المبنى غير قائم. تمام. وتجري ورا الجمعيه يقول لك في مقاول، نروح للمقاول يقول لك روح للجمعيه، ومحتارين ما بين المقاول والجمعيه وما خدناش حاجه. انا النهارده كنت حاولت الاتصال وكلمت فعلا اللي هو مجدي قماز اللي هو رئيس مجلس اداره جمعيه الشرطه. ايوه. فقلت له يا فندم في عايزين توضيح كذا كذا، قال لي انا موضوع وسائل الاعلام ده ماليش فيه. اه ما بيحبش يطلع في وسائل الاعلام. اه الموضوع وسائل الاعلام ده ماليش فيه. الشيء الثاني حضرتك ان احنا المفروض نستلمها في 2013، احنا النهارده في 19. تمام. بالاضافه لذلك انا اشتريت محل في 2015 من نفس في نفس المكان، بس بقى من شركه طيبه. تمام. شركه طيبه الدوليه للعقار والاستثمار. تمام. الشركه دي اشتريت منها المحل في 2015 وسددت اقساطها، وبرده لحد النهارده ما خدتش حاجه في نفس المبنى في برج طه. ماشي يا استاذ. شاري شقه من جمعيه رابطه الياسمين وشاري المحل من طيبه. ماشي يا فندم. ماشي يا فندم، الرساله وصلت برده. المهم هو فوضوا لنا الشركه النهارده، خلت حد كلمني وقال هيتواصل معاك على الهواء المهندس سامي حسن. قلت له تمام اوكي انا هرتب معاه. كلمت المهندس سامي، اتصلت بيه اكتر من 10 مرات ما ردش. اتصلت بالشركه ثاني قلت لهم من فضلكم هو ما بيردش خليه يرد عليا. قالوا شويه هرد عليك، لحد الان لوقتنا هذا الراجل ما ردش ولا اتصل. طبعا هنعيش. واضح ان في عامل مشترك بين الشركات دي وبعضها.
العامل ده هنشوفه بقى في الحلقات القادمة إن شاء الله مع ضيوفنا اللي هيشرفونا المرة الجاية واللي بعدها واللي بعدها، عشان نقضي على مافيا الاستثمار العقاري الفاشلة في مصر. هنطلع فاصل بعد ما نشوف، بعديه هنلتقي مع شيء جديد في الطب. طبعا زمان كان العرب بيقولوا ما لأبا حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، ألنا البنات وله البنين، تالله ما ذلك بأيدينا. كانت المرأة العربية عندما يتزوج زوجها لأجل الأولاد عشان يخلف ولاد صبيان، فكان بيركن للست اللي هي خلفت له الولد وبيبعد عن أم البنات. لكن الحال اختلف دلوقتي. هنشوف فقرة رائعة مع الدكتور السعيد عباس، وهو الحقن المجهري. الحقن المجهري دلوقتي الواحد لو عايز يخلف بنت من عن طريق الحقن المجهري بيخلف بنت، عايز يخلف ولد عن طريق الحقن المجهري بيخلف ولد. هنطلع فاصل ونشوف بعديه الدكتور سعيد عباس والفقرة الطبية. نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله. أشكركم. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور السعيد عباس، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري، كفر الشيخ، أبراج فينيسيا، أمام مثلآن الإنشاء والتعمير. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في المستشفى الجامعي بكفر الشيخ. المستشفى بتستقبل حوالي 1000 مريض يوميا. المرضى بتحتاج لمستلزمات تشغيل متعددة، سواء في قسم جراحات القلب والقلب المفتوح، وأيضا بالنسبة للدعامات وبقية الأقسام، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من المستشفى الجامعي وهي مستشفى الطوارئ اللي في حاجة للاستكمال، وأيضا مركز الأورام اللي هو تابع للمستشفى الجامعي. احنا تعاقدنا على الأجهزة ومحتاجين لاستكمال المبنى عشان تستوعب الأجهزة الجديدة. فأنا بدعو كل القادرين ورجال الأعمال والبنوك للتبرع للمستشفى الجامعي بكفر الشيخ لاستكمال المرحلة الثانية من المستشفيات الجامعية الخاصة بالطوارئ والأورام. في اسم القلب في كلية طب كفر الشيخ احنا بنقدم كل الخدمات الممكنة لمرضى القلب، بالذات في الأسرة التداخلية، الدعامات وتوسيع الشريان التاجي، العيوب الخلقية عند الأطفال، توسيع الصمام الميترالي بالبالون. لكن المشكلة اللي بنواجهها وهي صعبة علينا شوية اللي هي الأجهزة اللي بتستخدم في إغلاق الثقوب والعيوب الخلقية عند الأطفال. دي أجهزة مكلفة ونحن غير قادرين على إن احنا نغطي كل الحالات اللي بتيجي لنا في المستشفى، فبنأمل إنه أهل الخير يساعدونا في الحصول على هذه الأجهزة للأطفال الصغار من العائلات الغير قادرة على دفع تكلفة هذه العملية. إن شاء الله المسيرة مكتملة بإن احنا إن شاء الله هنكمل إنشاء المدينة الطبية بكفر الشيخ. المدينة الطبية بكفر الشيخ إن شاء الله هيكون فيها كمان مستشفى الطوارئ سعة 400 سرير، هتقدم خدماتها لكل المحافظة والمحافظات المجاورة، بالإضافة لمركز عالمي لعلاج الأورام في أحدث أجهزة عالمية لعلاج الحالات السرطانية والأورام بكل أنواعها. نتمنى اندماج المجتمع المدني معانا في إخراج هذا الحلم، حلم المدينة الطبية جامعة كفر الشيخ. عايزين نوجه رسالة لكل المجتمع في كفر الشيخ بأن احنا معظم خدماتنا مجانية، اكتر من 50% من الخدمات المقدمة في مستشفى الجامعة هي خدمات مجانية، وديت طبعا بتوجيهات صريحة من الأستاذ الدكتور مجد القمر رئيس الجامعة بأن المريض اللي يدخل مستشفى الجامعة لا يكلف فوق طاقته، بالإضافة إلى أن احنا بنستقبل كمان حالات علاج نفقة الدولة وحالات التأمين الصحي. نتمنى مساعدتكم، نتمنى من أهل الخير، نتمنى من رجال الأعمال، المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية بأنها تساعدنا في تكملة هذا الإنجاز
باقصى سرعه ممكن. مستشفى جامعة كفر الشيخ مستشفى حديثة افتتحت مؤخرا لخدمة اهالي المحافظة وخدمة الاهالي المحافظات المجاورة. المستشفى مجهزة على اعلى مستوى وقادرة انها تمد الخدمة بالكفاءة اللازمة، بس احنا بنطمح ان انتم تقدموا تبرعاتكم للمستشفى خلال شهر رمضان الكريم لتقديم خدمة افضل واعلى وخدمة عدد اكبر من الاهالي. الآن أولاد صلاح للفسيخ والأسماك المملحة بمدينة كفر الشيخ. كفر الشيخ أول شارع جيهان، أجود أنواع الفسيخ والأسماك المملحة والسردين البلدي. دار العماد لرعاية المسنين والأيتام بسيدي سالم، المشارة برقم 2320 لسنة 2019. تدعوكم للتبرع من أموال الصدقات والزكاة لإنشاء دار المسنين على مساحة 4 أراضين. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المشاهدين، هناخد فكرة بسيطة جدا كده عن يعني ايه حقن مجهري. حقن مجهري هو وسيلة من وسائل مساعدة الاخصاب اللي ربنا كرمنا بيها نساعد بيها متأخرات الانجاب. حقن مجهري ده البديل بتاع اطفال الانابيب اللي كنا بنعمله زمان. كانت فكرة اطفال الانابيب ان احنا بنجيب البويضة من السيدة ونحط معاها في نفس الانبوبة من 1000 إلى 100 ألف حيوان منوي بتاع زوج هذه السيدة، ونبتدي نحطهم في انبوبة ونشوف الاخصاب هيتم ازاي، وباقوى حيوان منوي بيخصب هذه البويضة. احنا دلوقتي ربنا كرمنا والعلم تقدم وبقى في حاجة اسمها حقن مجهري، جاية من فكرة ان احنا بنحقن كل بويضة واحدة بحيوان منوي واحد. فكرة الحقن المجهري حضراتكم ان احنا ننشط السيدة حاجة اسمها تنشيط فائق بعد التحضير الجيد وبعد التحاليل المطلوبة وبعد معرفة سبب التأخر في الانجاب. بننشط السيدة بهرمونات معينة تنشيط فائق، نطلع عدد بويضات في المتوسط من 5 إلى 15 بويضة في الدورة التنشيطية الواحدة، ونسحب هذه البويضات بطريقة سلسة جدا وتحت تخدير طبعا. هذه البويضات بناخد كل بويضة نحقنها بحيوان منوي واحد تحت الميكروسكوب بالتكبير الفائق، ده اسمه الحقن المجهري. بعد ما نحقن كل بويضة بحيوان منوي واحد بنبتدي بقى يحصل انقسام لهذه البويضة ويبتدي يتكون عندنا جنين. هذا الجنين ننقله يوم ثالث او يوم خامس على حسب جودة الاجنة اللي عندنا. في حاجة مهمة كمان وسؤال متكرر بيسألوني السيدات كتير قوي، يعني ايه اختيار نوع الجنين يا دكتور؟ اختيار نوع الجنين دوت تقدم علمي ربنا ادهولنا برضو نستفاد بيه من ان بنحدد جنس الجنين اللي احنا عايزينه سواء انثى او ذكر. الاختيار ده بيتم بنفس طريقة الحقن المجهري اللي قلناها لحضراتكم سابقا، ولكن بيتم اخذ عينة من الجنين في اليوم الثالث او اليوم الخامس، ويتم عمل فحص وراثي ليه او BGD او فحص كروموزومي. هذا الفحص بنعرف منه الجنين الانثى او الجنين الذكر، ونحقن الجنين المطلوب او المرغوب على حسب هذه التقنية اللي هي اختيار نوع الجنين. فادتنا جدا جدا في الوقت الحالي في اولا الفحص الوراثي للاجنة او الفحص الجيني للاجنة،
وده بنستفاد منها جدا جدا في حالات الفشل المتكرر للحقن المجاري، او الحالات اللي فيها امراض وراثية بتمتد في الاناث او في الذكور بتاعت اطفال هذه العائلة، وبنبتدي نستفاد منه. وبنستفاد منه كمان في الاختيار او التحديد الاختياري للسيدات اللي عندهم معاهم بنات وعايزين اولاد، او اللي معاهم اولاد وعايزين بنات. والتقنية دي بنعملها بنفس تقنية الحقن المجهري تماما، ولكن بنعمل فحص جيني او فحص وراثي للاجنة، وناخد الاجنة المرغوب في نقلها وننقلها يوم خامس. وفي هذه الحالة بيبقى مضطرين ننقل اجنة يوم خامس وليس يوم تاني او تالت او رابع. نيجي لسؤال متكرر تاني، اجنة يوم تالت ولا اجنة يوم خامس؟ طبعا اجنة يوم خامس افضل واحسن ونسب نجاحها افضل، ولكن لما يكون عندنا عدد اجنة نقدر نروح به لليوم الخامس. ودايما احنا بنمثل الحكاية دي بماراثون. احنا عندنا في الماراثون اللي هيوصل للامطار النهائية اللي هي يوم خامس او يوم سادس هيوصل نص الاجنة. فلو انا جيت في اليوم الثالث ولقيت عندي اكتر من 3 أو 4 اجنة درجة اولى جيدين، وعندي معمل جيد اقدر اعتمد عليه في انه يوصل لي هذه الاجنة الى يوم خامس، يبقى النقل يوم خامس افضل. طب لو انا عندي جنين او 2 أو 3 وخايف ان نوصل لليوم الخامس درجة جنين او 2 او نفقد جنين او 2 منهم، يبقى نرجع يوم ثالث. وعلى فكرة النسب متقاربة جدا، يعني زيادة نسب النجاح في اليوم الخامس بتزيد 7-5% عن نجاح حقن اليوم الثالث. نيجي في سؤال متكرر كتير، هو في فرق بين اطفال الانابيب والحقن المجهري يا دكتور؟ في فرق جوهري جدا زي ما قلنا لحضراتكم. اطفال الانابيب دي التقنية القديمة اللي كنا بنعتمد عليها، لكن احنا دلوقتي التقنية الحديثة بنعمل الحقن المجهري. يعني ده التطور الطبيعي والتقدم الطبيعي لاطفال الانابيب هي عملية الحقن المجهري. تمام. طيب اسباب الحالات او الاسباب اللي نعمل فيها حقن مجهري ده اسباب كثيرة جدا، المجال هنا ما يتسعش لحصرها او الكلام عنها، ولكن احنا كنا الاسباب الرئيسية اللي اتعمل ليها الحقن المجهري زمان كان علشان حاجتين مهمين، علشان ضعف تحليل الزوج او ضعف نطفة الزوج، وعلشان الانابيب فيها مشكلة سواء انسداد او سواء تجمع مائي او سواء الانابيب فيها التصاقات. فاحنا بنعدي فكرة كبر الانابيب ده، بنعديه خالص، بنسحب البويضات من المبيض ونعمل منها اجنة معملية بالحقن المجهري، وبعدين نرجع هذه الاجنة في بطانة الرحم. فبالتالي ما بنحتاجش الانابيب وما بنحتاجش كذا مليون من الحيوان المنوي للزوج. ودلوقتي في تقدم جميل جدا جدا في الرجال اللي ما عندهمش حيوان منوي في النطفة، بنعمل حاجة اسمها فحص ميكروسكوبي واخذ عينة من الخصية، والحالات بتاعتها نسب النجاح فيها كويسة جدا جدا ان لم يكن هناك عائق خطير عند الزوجة، والنسب بتبقى كويسة جدا. فاحنا ربنا كرمنا بالحقن المجهري بيحل لنا مشكلة تأخر الانجاب في حالات ما كانتش بتقدر تعمل الحاجات دي قبل كده، وربنا كرمنا بالكلام دوت. في اسئلة بسيطة السيدات بيسألها لي في العيادة او في مراكز الحقن اللي انا بعمل فيها، ومن هذه الاسئلة البسيطة مثلا ايه حكاية فترة الانتظار يا دكتور؟ فترة الانتظار ديت حضراتكم هي الفترة ما بين نقل الاجنة الى بطانة الرحم وبين عمل اختبار الحمل. هذه الفترة بتبقى 12 او 13 يوم لو احنا مرجعين اجنة يوم خامس، وبتبقى 14 او 15 يوم لو احنا مرجعين اجنة يوم ثالث. هذه الفترة ما فيهاش محاذير ولا احتياطات معينة زي ما السيدات الفضليات فاهمين كده، يعني ما فيش نوم كامل على ظهر حضرتك وما فيش الكلام دوت، ولكن يستحسن في اول يومين حضرتك بتريحي راحة تامة، وبعد اليومين بتتحركي داخل منزلك او داخل شقتك الحركة العادية واعمالك المنزلية العادية جدا دون مجهود.
تمام. وطبعا بنبقى مدين لحضرتك بعض الأدوية اللي بتسند الفترة الثانية من الدورة اللي احنا نقلنا فيها، وحضرتك بتاخد هذا العلاج. ولو سمحتم يا سيدات اللي بتشاهدوني، مفيش نوم كامل طول فترة الانتظار. بنحاول نشرب سوائل كتيرة جدا جدا في فترة الانتظار، بنحاول نشرب ألبان وناخد زبادي والأشياء، لأن من أكتر الأعراض شيوعا في فترة الانتظار وهي الإمساك. يبقى ننبه على أن مفيش راحة تامة في السرير على ظهر حضرتك، ومفيش أي تحفظات أخرى غير أننا بنستنى. نيجي السؤال الشهير قوي 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 وحضراتكم بتسألونا يمكن يوميا فيه، طيب ممكن أجي في اليوم التاسع من فترة الانتظار يا دكتور لو تكرمت وأعمل اختبار منزلي؟ لو سمحتي ما تعمليش اختبار إلا اختبار رقمي في الدم اليوم الاثناشر إلى اليوم الاربعتاشر على حسب يوم نقل الأجنة. ده من حيث فترة الانتظار. نيجي كمان سؤال شهير قوي قوي قوي، التكيس المبايض يا دكتور، هل كل حالات تكيس المبايض تحتاج مننا عمل حقن مجهري؟ هذا خطأ تماما. 90% من حالات تكيس المبايض يمكن التنشيط العادي، بنسميه تنشيط سيمبل مش تنشيط فائق، ويمكن الحمل طبيعي بدون حقن مجهري. حالات التكيس اللي بنشخصها بتبقى متلازمة تكيس وبتبقى مقاومة للتنشيط العادي بالرأس وساعات بالحقن، هذه الحالات القليلة اللي تقل عن ربع حالات التكيس هي اللي بنلجأ فيها للحقن المجهري، وتكون مدة تأخر الإنجاب زادت عن 3 سنوات أو سن الزوجة عدى 35 سنة. نيجي سؤال مهم تاني، طيب أنا يا دكتور بقالي 3 سنين متجوزة وأنا عندي 25 سنة، وأنا زوجي بيسافر وبيجي شهرين في السنة، يبقى حضرتك ما انتش متأخرة إنجاب. يبقى نيجي للسؤال من الأول خالص، يعني إيه تأخر إنجاب؟ ومتى نبدأ الفحص للسيدات ونتعامل معاهم على إنهم متأخري إنجاب؟ هذه الفترة لازم يكون عدى سنة 12 شهر بعد الزواج دون حمل في حياة زوجية مستقرة مستمرة. لازم زوج حضرتك يكون معاكي ويكون هناك علاقة زوجية مستمرة 12 شهر. حضرتك زوجك قعد معاكي 3 شهور في الثلاث سنين كل سنة بيجي شهر، يبقى حضرتك مش متأخرة إنجاب إلا إذا كان سن حضرتك عدى 4 أو 35 سنة. دي نقطة مهمة نحب ننوه ليها. طيب نحب كمان ننوه للسيدات الفضليات اللي بيسألونا، يا جماعة احنا لا نلجأ الى الحقن المجهري الا اذا كان هناك سبب دائم يضطرنا الى اللجوء الى الحقن المجهري، او سبب مؤقت مع سن كبير او مع اسباب اخرى، ومش دايما بيبقى هناك سبب واحد لتأخر الانجاب. حضراتكم ممكن يكون هناك سبب عند الزوج وعند الزوجة في نفس الوقت، او يكون هناك اكثر من سبب. تمام. ننوه لنقطة تانية مهمة جدا جدا بعد اذن حضراتكم، يا جماعة ما ندخلش نعمل حقن مجهري مباشرة دون تحضير جيد للحالة. التحضير الجيد للحالة، اولا بنكون عارفين فحوصاتنا كلها فيها ايه، وهذه السيدة ايه السبب اللي هيخلينا نخش نعمل حقن مجهري فيها. ولو قدرنا نعالج هذا السبب قبل الدخول في الحقن المجهري، لو هو سبب دائم زي البطانة المهاجرة نهبطها، وده موضوع كبير نبقى نتكلم فيه مرة اخرى. لازم التحضير الجيد للسيدة والزوج كمان قبل ما نخش حقن مجهري. التحضير جزء مهم جدا 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 من انه او من اسباب تعلية نسب الحقن المجهري. وننوه الى ان الحمد لله بفضل الله وكرمه احنا في مصر نسب نجاح الحقن المجهري بتضاهي وتوازي نسب النجاح في اوروبا وفي امريكا تماما. وبفضل الله المعامل عندنا بتاعت الحقن المجهري اللي في مراكزنا في اقصى مركز من مراكز مصر زيها زي اي مكان في امريكا، لان فيه يعني فيه قياسات ومتطلبات لمعمل الاجنة في مراكز الحقن المجهري
كلنا بنراعيها تماما، والا مش هيبقى عندنا نسب النجاح اللي موجوده دلوقتي بفضل الله والحمد لله. تمام. ومن الاسئله المتكرره جدا جدا جدا، طيب يا دكتور، هو انا لازم امشي على حقن السيوله التسع شهور من ساعه ما اعمل حقن مجاري؟ لا حضرتك مش لازم، حالات معينه هي اللي بنمشيها على حقن السيوله، ومش لازم كل حاله تمشي على حقن السيوله طول الحمل. من الاسئله كمان المتكرره جدا، طب هو يا دكتور انا ما اعمل حقن مجهري لازم انام على ظهري واريح التسع شهور وما اروحش شغلي؟ ده خطا تماما، بل بالعكس، الحركه بتعمل جريان وبتعمل تحرك في دم حوض حضرتك، فبيساعدنا على تثبيت الاجنه، والراحه التامه غير مطلوبه الا في حالات معينه اللي هي الحالات اللي بيبقى فيها حمل حرج او اجهاض متكرر او فشل متكرر معانا في الحقن المجهري. وتشرفنا ان كنا معاكم على الهوى، ونتشرف بيكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى لقاءات اخرى ان شاء الله.